فاللي ما درس بعد لكتشر ثلاثة يوقف الفيديو ويروح يدرس لكتشر ثلاثة ويجي يكمل الفيديو على مود لكتشر أربعة. زين خل أسوي أنا ريفيو سريع على لكتشر ثلاثة. احنا ذكرنا بالبداية شغلات كلامية عن الضغط الأوزموزي أو الضغط التناضحي وعن النون الكترولايت والالكترولايت، وذكرنا شنو الهايبو والهايبر والايزوتونيك وشنو تأثير الهايبر أو الهايبو على الخلية سواء انكماش أو الخلية تتشبع حتى الانفجار وإلى آخره. هاي المعلومات النظرية اللي ذكرناها واللي مطالبين بيها، مو معناها أنه أنا أذكرها هيك يعني مو مهمة لا. زين وذكرنا كان أكو بعض الأمثلة إذا كانت المادة نون الكترولايت أو الكترولايت، خلهم ما تأمر عليهم بشكل سريع لأن بيهم كم ملاحظة تفيدنا بعدين بلكتشر أربعة. طلاب قبل ما أشرح، إحنا الوزن أو النسبة اللي نطلعها التركيز يعني تركيز النسبة المئوية أو الوزن، هذا يعني إحنا غايتنا من المسائل إنه نطلع تركيز أو وزن يعني إذا وضعناه بالمحلول يصير المحلول آيزوتونيك. فكل المسائل أو كل الـ 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 يعني الأسئلة الشرحية إذا تلاحظون إنه بالأخير نكتب فقرة انه هذا هل قد تركيز او هل قد وزن من الماده المذكوره نحتاجها للسوليوشن حتى نسوي السوليوشن ايزوتونيك. ان هاي الملاحظه فهموها، هي غايه الاسئله كلها او الاصح الى الان او الى لكتشر اربعه ما نعرف شنو اللي جاينا بعدين. المهم فبالمثال مال النون الكترولايت منطينا البوريك اسيد، منطينا طبعا انا ذكرت انه السالب 0.52 هي نقطه الفريزنج بوينت المن للبلاس سيرام واللاكريمال فلويد، هاي وحده. فهاي حفظ يعني هاي من تجيكم هيك مساله هاي لازم تحافظيها. فبالمثال ايش منطي؟ منطي الفريزنج بوينت مال البوريك اسيد وكاتب انه يعني ايش قد الحجم ب 1000 جرام للووتر. الحل تقريبا ثابت انه تحط الفريزنج بوينت مال البوريك اسيد على الفريزنج بوينت مال المستوى الطبيعي مال الجسم، واكيد السالب ويا السالب راح يروح هاي منتهي من عندها. وبالجهه المقابل تحط الموليكولار ويت اللي راح يذكر لك اياه بالسؤال للماده، وبحيث ينضرب بما من الفريزنج بوينت مال الجسم ويتقسم على الفريزنج بوينت مال الماده، راح يطلع لنا وزن. تعرفون شلون تحاولون تضربوه في 100 وتقسموه على الحجم اللي هو ذاكره 1000، راح يطلع 1.73%. هذا هو التركيز المطلوب حتى نسوي السوليوشن ايزوتونيك. هاي بالنسبه للنون الكترولايت. اما الالكترولايت لا، راح يدخل لنا في شيء اسمه ديسوشيتنج فاكتور. زين شنو هذا الديسوشيتنج فاكتور؟ همات راح اسوي مراجعه بشكل سريع لان لاحظت اغلب الطلاب دي يواجهون مشكله ويا الديسوشيتنج فاكتور. زين احنا عندنا الديسوشيتنج فاكتور تقريبا طريقتين حتى نقدر نطلع منها الديسوشيتنج فاكتور. هذا اللي ذاكره مال الصوديوم كلورايد هذا كان فد شيء افتراضي يعني يفهمك شلون انه ممكن راح بالديسوشيتنج فاكتور راح تزيد النسبه الماده بالسوليوشن المحلول. فإذا هذا المثال تشوفون حله هو نفس حل النون الكترولايت، لكن شنو اللي انضاف؟ انضاف شيء اسمه الديسوشيتنج فاكتور، انضرب بدرجه الحراره المذكوره بالسؤال 1.86. وطبيعي نفس الحل راح تضربون الموليكولار ويت مال الماده بال 0.52 اللي هي درجه حراره الجسم، عفوا الفريزنج بوينت نقطه الانجماد مال اللاكريمال فلويد والبلاس سيرام. زين راح يطلع لنا 9.09 جرام. راح تقولون احمد زين هو مو انت ذكرت مره الصوديوم كلورايد عندنا ثابت 0.9 اللي هو نفس النورمال سلاين او المغذي، يعني شنو الغايه من هذا السؤال؟ هذا مجرد اثبات شلون يطلع لك انه التركيز النورمال سلاين يعني شلون صار 0.9. هي هاي الحسابات من خلالها طلع هذا التركيز الثابت. فمن طلع 9.09 جرام شو سوى؟ ضربها في 100 وقسمها على 1000. ال 1000 جرام هو مال الووتر المال المي، نفس 1000 جرام مال الكثافة مالته واحد. زين فتطلع 0.9 ولا 0.9 هنا هاي ثابتة ايضا من الشغلات اللي لازم تحفظوها. عرفت الطلاب؟ زين هاي جوه وده يقول لك يا القانون بشكل ابسط حتى شلون تطلع الجرامات اللي تحتاجها ومن بعدين تطلع تركيز حتى تجعل السوليوشن ايزوتونيك. زين جوه عندنا جدول قلنا هذا حفظ مال الديسوشيتنج فاكتور اذا كان ايونين او ثلاثه او اربعه الى اخره، يعني تقدرون تقولون هاي طريقه مباشره حتى تعرفون من عندها الديسوشيتنج فاكتور. ما عدا الزنك سولفيت هو صح تو ايون لكن نعتمد على الديسوشيتنج فاكتور اللي هو 40%.
فيطلع 1.4. مع العلم بالجدول هو مذكور اذا 2 ايون يطلع 1.8. هذا يعني اعتبروه شاذ، حفظوه. واذا تريدون اعتمدوا على الطريقة مال الجمع. شنو مال الجمع؟ يعني هم 2 ايون و40% تقول 40 40 80 وياها 60 راح يطلع 140 وقسموا على 100. هاي دائما تكون ثابتة، يعني تطلع بها النسبة بالمضبوط. وايضا المثال الثالث واضح، يعني هسه هنا كملت الريفيو حتى نبلش بالمحاضرة الرابعة. زين طلاب، هسه نجي على الليكتشر 4. بخصوص الليكتشر 4 قلنا هو يعتمد على الليكتشر 3، وانطيت انا ريفيو الليكتشر 3، فهسه خلينا نكمل. زين الليكتشر 4 بد نظرة عامة عليه، هو يتحدث عن شيء اسمه الصوديوم كلورايد. هذا الصوديوم كلورايد هو مغذي، انا ذكرت وقلت هو اسمه نورمال سلاين ويكون تركيزه 0.9%، هذا الستاندر مالته. لذلك هسه باغلب المسائل مره اشرح راح تشوفون انه ال 0.9 وين اعتمد عليها، لان هي الستاندر اللي نقدر من خلالها نسوي هذا السوليوشن ايزوتونيك لو مو ايزوتونيك، ونقدر من خلالها نقارن اذا هو هايبر او هايبو. وضحت الطلاب؟ ف وشغله الاخ اني يعني انتم عرفتوا راح نغير نمط، نسوي فيديوهات، ومثل ما تشوفون هسه صار فيديو، فراح اشرح على اساس الملزمه اللي قدامي. فممكن يعني سلايد، يعني ما راح انوه انه هاي بسلايد كذا او بسلايد كذا، لان انا تصميم ملزمتي شويه يختلف، فحاول يعني تركزون. وهو ان شاء الله علي ما يقصر وياكم، راح يخلي لكم الامثله بالفيديو. زين طلاب، نجي على اول سلايد. اول سلايد بشغلتين مهمات. الشغله الاولى اللي هاي بالنص مكتوب given 0.5%، هاي شنو هاي؟ هاي هنا اذا ينطيك تركيز او وزن الصوديوم كلورايد بشكل مباشر، مثل ما هسه مذكور مباشره بدون ما تفكرون تنقصونه من 0.9 اللي هو التركيز الستاندر. راح تقول زين احمد هو مطينا اياها بالنسبه المئويه، شلون سويتها جرام؟ اي هو ماخذ ال 0.5 اللي هي بالبسط اللي نعتبرها احنا جرامات، وكذلك من ال 0.9%، فتنقصون راح يطلع كلش طبيعي 0.4، وتكتبون هاي الكليش اللي هو هاي ال 0.4 جرام في 100 مل اللي هي تعتبر ايزوتونيك، حتى نسوي ايزوتونيك. زين جوا مطيك مثال، شو يقول لك؟ يقول لك ايش قد ان الصوديوم كلورايد هاي، but how much من الصوديوم كلورايد should be used in preparing 100 ml من ال 1% ويت على فوليوم سوليوشن مال اتروبين سولفيت. زين شوفوا اقروا هاي اخر فقره، هاي اخر فقره مهمه، هسه اقول لكم ليش مهمه. مال يقول لك which is to be made isotonic with the lacrimal fluid which is to be made، هاي جروا جواها خط ايزوتونيك وذ لاكريمال. ليش؟ لان هاي العباره اذا موجوده راح تخلينا نستخدم طريقه الطرح اللي ذكرناها قبل شويه، اما اذا لا طالب بس الصوديوم كلورايد اكوفلنت ما راح نستخدم مال الطرح. حتى بعدين من اشرح الامثله راح تشوفون مره نطرح ومره لا. هاي العباره هي تحدد اذا يريد مقياس للايزوتونيك، يعني يريد يشوف ايزوتونيك لو لا تطرحون. وبدليل روح شوفوا المثال هو اللي قبل، شوفوا اخر شيء كاتب to be made isotonic with body fluid. شفتوا شلون؟ يعني هي العباره مهمه. فباول سلايد عرفنا انه الاول اذا كان صوديوم كلورايد، والثاني اذا يعطينا اكتف انجريدينت ماده فعاله، شوفوا اتروبين سولفيد. هاي هنا مو صوديوم كلورايد، فراح يصير عندنا حل. والخطوه اللي ذكرناها بالصوديوم كلورايد هي راح تصير اخر خطوه، فخلينا نشوف شلون. زين طلاب، بس نجي على السلايد الثاني. شو يقول؟ يقول الريليتيف تونيك افكت. طبعا ده شوفوا هسه ثلاث اسطر اللي يقراها كلام شيء مو مفهوم، فراح احكيها بالعربي واختصرها عليكم، لا تدخون بها ولا شيء. فيقول ده ريليتيف تونيك افكت، التاثير التواتري النسبي المادتين وحده من عندهم تكون مساويه بالتاثير التواتري للماده الاخرى. ممكن ان يحسب التاثير التواتري النسبي شلون؟ اذا كانت وحده من هاي المواد تملك نفس التاثير التواتري وين بالسولفنت الماده اخرى، فتقسمهن وحده على الثانيه. او في هاي افهموها هيك، اذا كانت وحده من المواد لها نفس التاثير التواتري بسولفنت يعني بمذيب، ها يساوي التاثير التواتري للماده الثانيه بنفس المذيب، قسموه على بعض ويطلع لك شو اسمه الريليتيف تونيك افكت. يعني ناخذ هذا المثال الجوي، منطيك البوليك اسيد اللي هو 17.3 جرام، ومنطيك النورمال سلاين الصوديوم كلورايد هو نفس الشيء. اي فانت شو تسوي؟ هو يريد
يقول شوف آخر آخر أوف هاي اللغوة كلها، أقرأ آخر شيء يقول لك 1 جرام أوف بوريك أسيد. ال1 جرام هنا راح تحدد لك منو بالبسط منو بالمقام. ما طول يقول لك 1 جرام أوف بوريك أسيد معناها شنو؟ معناها أنت تريد تلقى الجرامات مال الصوديوم كلورايد، فتحطه هو بالبسط وتقسمه على البوريك أسيد اللي هو 17.3. زين جوا بسطر اقرا وش مكتوب. سيميلاري 1 جرام اوف صوديوم كلورايد موست بي ذا تونسيك ايكوفالنت. يعني شنو؟ يعني اذا بالعكس سويت ال1 جرام للصوديوم كلورايد نفس الشيء مجرد اللي كان بالمقام سوي بالبسط، يعني صار 17.3 جرام على 9.09 جرام وراح يطلع الناتج 1.9 اوف بوريك اسيد، والفوق طلع 0.52 اوف صوديوم كلورايد. شوفوا شلون فرق. زين هاي مجرد طبعا مقدمات هسه المثال راح يجينا. زين نروح للسلايد اللي بعده. دا يقول لك هاي اكو طريقه، هاي الطريقه راح نجيب قانون اوضح. شوفوا طلاب هاي الطريقه شنو؟ اكو قسمه، اكو طريقه القسمه بها واكو طريقه الضرب. عرفوا طريقه القسمه، انا راح اشرح لكم طريقه الضرب لان هي اصلا ماشيه على اساس الملزم وهي اسهل. ليش اسهل؟ لان هي طريقه القسمه بها قسمتين، يعني صار 3 قسمات ودوخه، فلا انت اضربوا قسمه افضل. ال 58.5 تحفظوه، هذا شنو؟ هذا المولكيولار ويت مال الصوديوم كلورايد. وال 1.8 هم مال المولكيولار ويت، المولكيولار ويت عفوا مال الصوديوم كلورايد. راح تقول احمد زين ايش جابه بالمقام؟ اي هو بالقسمة إذا ترجعون شوفوه كان بالبسط، اثنينهم بالبسط طبيعي، اثنينهم مال صوديوم كلورايد. أما هاي 61 والواحد طبعا هذا اللي تنطيهن الدكتورة ليشيلونها، أهم شي تحفظون ذني الاثنين. زين من السو ضرب تعكس تصير ال 1.8 بالمقام المنوي المادة اللي راح تعطى، والواحد أو الماء أو الرقم اللي راح يعطى يصير ويا المولكيولار ويت مال الصوديوم كلورايد. زين أحمد تعال فهمني شنو هال 1.8؟ هاي اسمه الديسوشيتنج فاكتور اللي شرحناه هواية وذكرناه ما يحتاج نعيده. فتضربون المولكيولار ويت مال الصوديوم كلورايد بالديسوشيتنج فاكتور مال المادة الأخرى، والمولكيولار ويت مال المادة الأخرى بالديسوشيتنج فاكتور مال الصوديوم كلورايد اللي تكونون حافظينه. المولكيولار ويت والديسوشيتنج فاكتور مال الصوديوم كلورايد هذا حفظ. زين هاي الفقره السطرين جوا هو اللي يحكي لك شلون صار ضرب، فاتركوها انزلوا جوا. المن راح نرجع على المثال مال اتروبين اللي قلت لكم ركزوا بيه. شوفوا ايش سوى، معطول طن اتروبين مو صوديوم كلورايد، ما نقدر نطرح قبل، ما نقدر نطرح مباشره، راح نسوي هاي الطريقه الفوق اللي ذكرناها. ال 695 هي تعطينا اياها، وال 58.5 ال 1.8 قلنا حفظ، وال 2.6 هاي تعطيناها، فاحنا مجرد نعوضهن هي راح تعطيناهم بالسؤال. فنقول 695 هاي مال منو؟ مال اتروبين، وال 1.8 مال منو؟ مال صوديوم كلورايد. اما بالمقام 58.5 مال صوديوم كلورايد، 2.6 مال اتروبين. زين ضرب بقسمه راح يطلع 0.12 جرام، طلعنا الجرامات. شوف مال صوديوم كلورايد مال شنو؟ مال 1 جرام. زين انتهى السؤال، المفروض ينتهي. شوفوا لو قايل بالسؤال انطيني الصوديوم كلورايد ريبريزنتد او الاكوفلنت، هنا ينتهي السؤال. لكن هي ايش كاتب بالسؤال؟ من قلت لكم ركزوا، تريد ايزوتونيك لو مو ايزوتونيك، فمباشره شو تسوي؟ اول ما يطلع الناتج تروحون تنقصون 0.9 من الناتج اللي يطلع لكم، صار معلوم طلاب؟ فهو راح يطلع لكم الوزن اللي تحتاجه حتى يصير السوليوشن ايزوتونيك. فمن تروح تنقص 0.9 ناقص 0.12 جرام راح يطلع لك 0.78، وهذا هو الجرامات اللي تحتاجها منين من الصوديوم كلورايد حتى يطلع لك ايزوتونيك سوليوشن. اما جوا هذا القانون فهو نفس القانون اللي ذكرته قبل شوي لكن بصيغه رقميه. اكتبوا ملاحظه جوا هذا القانون انه من تريد تطلع له، انه تستخدم هذا القانون من تريد تطلع الوزن يعني مو الوزن، انه الصوديوم كلورايد اكوفالنت عفوا هو يعني الوزن الجرامات مالته. زين ايش وقت نكمله ورا هذا القانون نطرح اذا كانت تريد ايزوتونيك سوليوشن؟ شلون يعني هو اللي هنا يوقف الصوديوم كلورايد اكوفالنت، اما اذا كان اكو بعد مطلب اللي هو ايزوتونيك سوليوشن مثل ما مذكور بذاك السؤال شوفتكم يا لا تكملون الناتج تطرحون 0.9 من الناتج وخلاص لهنا انتهى. شوفوا هاي فكرته يعني. زين طلاب هسه نجي على الاستاذ هذا مال الجدول، هذا اصلا اتباعون عليه، هذا كل المعلومات اللي تحتاجوها بالسؤال راح تجيكم. شنو المعلومات اللي هو اخر عمود مال الصوديوم كلورايد اكوفالنت، وهسه تشوفون بالاسئله شلون اذكركم به. من نجي على السلايد اللي وراء اسمه او بعنوان اكزامبل كالكوليشن اوف صوديوم كلورايد كالكوليشنز عفوا مال صوديوم كلورايد اكوفالنت. زين هذا هسه راح نحل اسئله
علي قبل شوي ذكرته، قبل شوي ايش قلت لكم؟ قلت لكم هذا القانون نستخدمه اذا طلبت صوديوم كلورايد اكوفلنت من عندنا نتوقف، ايش وقت نطرح؟ اذا ارادت انه تو بي ميد ايزوتونيك سوليوشن، يعني حتى نسوي ايزوتونيك، فنطرح ال 0.9 من الناتج اللي راح يطلع. زين، اما من نجي على هاي الاسئله، فمطيتنا الموليكولار ويت مال الماده الاكتيف انجريدينت، ومكتوب التو ايون يعني شنو، يعني 1.8 بدون تفكير الديسوشيتنج فاكتور مالته. زين، واحنا نعرف الصوديوم كلورايد ايش قد الديسوشيتنج فاكتور مالته والموليكولار ويت، خلاص حلوه بشكل مباشر، مجرد تحطون هاي بالبسط امامها الديسوشيتنج فاكتور مال منو، مال الاكتيف انجريدينت. طبعا هنا التيهون لان هم اثنينهم نفس الديسوشيتنج فاكتور 1.8 و1.8. زين، الوراء السؤال الوراء ما بي اي شيء، مجرد مكتوب كلمه نون الكترولايت معناها الديسوشيتنج فاكتور واحد، بس هاي المعلومة. زين، من نروح على السلايد الوراء، همات أمثلة نفس الشيء ما بيها أي فكرة، فماكو داعي أذكرها، أنت تدربوا عليها ما بيها فكرة. لكن ورا المثال الثاني بالسلايد الثاني مذكورة فد ملاحظة إنه ممكن إنه القيمتين يطلع مختلفات، يعني شنو يعني؟ هاي إحنا مو عندنا قلنا أكو مثلاً تقول 80 و80، زين، والأندسوشيندك 20 تجمعها وكذا راح يطلع لك مختلفة. زين، لكن من تجي على تجي على الرقم الايونات يعطيك رقم مختلف. زين، ايش حال ايش تسوي بهاي الحاله؟ الدكتور تقول انا اعطيكم اياها، اذا كان اكو اثنين مختلفات انا احدد لكم واحد من عندهم، وحتى ما تبقون حائرين ولا اي شيء. فهي هاي الملاحظه يعني. زين طلاب، هسه نجي على هذا اخر سؤالين قبل ما نبدا بالاسئله مال الخطوات. زين، ايش يقول؟ يقول انه عندنا ماده فعاله اسمها بريمونادين تارتريت، عندها الموليكولار ويت 442، وكاتب 2 ايون معناها الديسوشيتنج فاكتور. هسه ذولا بالجيب، وبالجيب الثاني عندنا مال صوديوم كلورايد، خلاص مبين اول مطلب انحل اللي هو صوديوم كلورايد اكوفلنت. خلينا نكمل السؤال. ضاف لنا عباره يقول it is used as 0.1% ophthalmic solution in treatment of glaucoma. زين، احسب الصوديوم كلورايد اكوفلنت مال بريمونادين تارتريت، هذا احنا مغمضين طريقة ثابتة ما بيها أي تغيير، ومثل ما مذكور بالأي وقبل شوية ما حلينا أربع أمثلة عليه طلعت الجسمها صوديوم كلورايد اكوفلنت. زين، جانا عبارة لأخ شو يقول؟ يقول بدون أضافة الفورموليشن ايجنت اللي مذكورة، الـ 0.1 شنو هي؟ ايزوتونيك هايبوتونيك اور هايبرتونيك وث تيرز، يعني الدموع. زين، قبل ما اشرح فكره هاي النقطه، احنا ايش قلنا؟ انا ايش قلت بالبدايه؟ قلت انه النورمال سلاين او الصوديوم كلورايد هو يكون ملائم للبادي فلويد الجسمنا، السوائل الجسم، فهو يستخدموه كمقارنه اذا كان هايبر او هايبو، يعني يجيبون سوائل يقارنوها بالنورمال سلاين او الصوديوم كلورايد، اذا اقل هايبو، اذا اعلى هايبر، واذا ويا معناها ايزو ملائم للجسم. فهذا نفس الحاله، جايب لك محلول مال عين يقول لك هذا هايبو لو هايبر لو ايزو، احنا بيش حاله شو نسوي؟ نطلعين احنا نقارن عفوا ويا من ويا الايزو النورمال سلاين اللي هو 0.9 الثابت، هذا الثابت. زين، خلينا نجي نحل العشرة مال هنا فرضيه، افرضوها 10 100 الف، انتم بالكل راح تضربوها، فماكو فرق هنا ايش قد ما تفرضوها عادي الحجم، مو فد معلومة هاي هنا العشرة مل. زين، نجي بالبداية ايش نسوي؟ هو احنا شغلنا جرامات، فالعشرة مل هاي اللي فرضناها نضربها بال 0.9 اللي هو الستندر راح نقيس عليه، راح يطلع 0.09 جرام صوديوم. هذا شو اسمه راح يكون الاساس اللي راح نقارن عليه. مجرد طلعنا الجرامات حتى نعرف الجرامات مال الماده او مال الجرامات الصوديوم كلورايد الموجوده بهاي الماده بالنسبه لل 0.09 اكثر لو اقل، على اساس نحدد ايزو لو هايبر لو هايبو. فهمت الفكره وين؟ زين، العشرة بالعشرة مال ضربناها بال 0.9 طلعت هاي الكميه، العشرة مال نفسها نضربها بالتركيز مال الدواء مال السوليوشن راح يطلع لنا 0.01 جرام. زين، نجي شو نسوي؟ نقول 0.01 جرام 0.01 اي في 0.13 راح يطلع لنا 0.013 جرام من صوديوم كلورايد. لا، اوقف دقيقة احمد، انت فهمتنا ضربنا الحجم حتى نطلع الحجم مال نورمال سلاين مال صوديوم كلورايد، والثانية حتى نطلع الحجم مال هاي المادة الفعالة. زين، ليش ضربت ال 0.01 جرام مال البريمونيدين تارتريت بال 0.13؟ ما افتهمنا. شوف الطلاب، انت المادة الأولى شنو عندكم؟
عندكم نورمال سلاين او صوديوم كلورايد او بوينت او 19 جرام، هاي الماده تمام. زين انت شلون تجي تقارن مادتين مختلفات؟ شلون يعني هذا ماده اخرى وهذا ماده اخرى؟ فنستخدم هاي الطريقه الثالثه حتى نوحد المواد تطلع ماده واحده. الاو بوينت 13 منين جبناها من مطلب اي اللي هو صوديوم كلورايد اكوفلنت، والاو بوينت او 1 هاي هي الماده الفعاله. من راح تضرب الماده الفعاله بالصوديوم كلورايد اكوفلنت ايش راح يصير؟ راح تطلع لنا صوديوم كلورايد اكوفلنس. زين صوديوم كلورايد، واحنا عندنا صوديوم كلورايد اساسا مال 0.9 الستاندر، ونقارن على اساسه ما طلعت اصغر اذا هايبو اي انخفاض. يعني هذا السؤال هو حلو فكرته فهموه. فهي هنا الفكره انه تطلعون ماده حجم الماده عفوا وزنها وتضربوها بهاي الطريقه، حفظوها دائما طريقه تحولون اذا تريدون تحولون غرامات الى صوديوم كلورايد اكوفالنس، فعرفوا هاي الطريقه. وان شاء الله الاخ معلومه هاي هسه تفيدكم، بعدين راح نجي نتطرق لها. هاي مطلب اي من طلع لنا 0.13 صوديوم كلورايد، اذا تروحون للجدول اللي قلت لكم تركوه هي تنطي، هاي الطريقه تقدرون تطلعوا معده صوديوم كلورايد اكوفلنت حتى اذا هي ما طتنا من الجدول. يعني اذا تريد تسوي لها فد لعبه وطتكم انطتكم ال 1.8 وانطتكم ال 442، ما يحتاج نقول دكتور شو مطتين من جدول الصوديوم كلورايد اكوفلنت، هو هاي اساسا هاي الطريقه راح تطلعون الصوديوم كلورايد اكوفلنت واللي اساسا يكون مساوي للجدول. زين شو وقت احمد لا تعطينا من متى تعطيكم المولكيولارويت ولا ديسوشيتنج فاكتور؟ يعني من تقول لكم انه هذا هل قد الصوديوم كلورايد اكوفلنت مالته، خلاص هاي اعطتكم اياه من الاخير، بعد ما يحتاج تسوون هاي الطريقه. فهمتوا شلون؟ هاي معلومه يعني تفيدكم. زين اما بخصوص المثال الثاني خلينا نكمله، ما زال هو وراء بسلايد. شو يقول 1 جرام من الابنفرين يقول لك لما يذوب بالمي يحضر لنا 20 مل من الايزوتونيك سوليوشن. احسب الصوديوم كلورايد اكوفلنت مالته. زين هو منطينا 20 مل مالته من الايزوتونيك سوليوشن مضبوط، منطين الحجم مالته. مباشرة شو نسوي؟ راح نقول 20 مل في 0.9% راح يطلع لنا 0.18 جرام من الصوديوم كلورايد. يعني هو هذا السؤال مباشر، يعني هو قايل لك شلون بالبداية قلنا ايش قد تكافئ 1 جرام من كذا مادة من الصوديوم كلورايد، ما بي اي فكرة هذا. فمجرد يعني هاي الكليشة هي كاتبتها انه 20 مل من ايزوتونيك صوديوم كلورايد سوليوشن ممكن يحسب من خلال هاي الطريقة. يعني هو هذا العشرين مل ها تريد تعرف شقد لازم نحط له صوديوم كلورايد حتى يصير ايزوتونيك سوليوشن. فنرجع لنفس المقارنة مالتنا، المادة اللي سواء كانت صلبة او سائلة كما هي في الاسئلة نقارنها بال 0.9%. هو هذا وجه المقارنة مالتنا، هذا الاساس اللي راح نحدد عليه انه شقد نحتاج صوديوم كلورايد، انه اذا ايزوتونيك او هايبوتونيك يعرف. لذلك بالبداية انا وضحته، هو هذا اساس الموضوع كله، عرفت شلون؟ فلهنا هسه خلصنا هاي الامثله، واظن انه انا شرحت صح شرح مطول لكن حتى تفهمونه بشكل دقيق. فراح نبدا بالخطوات مال ذيك، يعني الحلو بها انه ثابته ما بها اي تغيير، فهسه راح احاول ابسطها لكم. زين طلاب هسه نجي على هذا السلايد، مكتوب عليه بروسيجر وما ادري شنو هالدوخه هاي واربع خطوات. شنو هاي اربع خطوات؟ شوفوا طلاب اللي احكي اذا عندكم ملزمه حط الملزمة مثل ما أكتب مثل ما أحكي أكتب شنو، مثل ما أحكي أريدكم تكتبون، لا تقولون شنو. هسه أنا أوضح لكم إياها. أول خطوة اكتبوا عليها مال جدول، بس كتبوا هيك. وثاني خطوة اكتبوا عليها 0.9% في علامة ضرب فوليوم، لكن شنو ال 0.9 بين قوسين كتبوا إن ملي جرام، يعني هاي راح نضربها في ألف حتى نحول 0.9 بالجرام إلى ملي جرام. مو إجبارية هاي الخطوة لكن تفيدكم فعلا بالضرب لأن تتخلصون من الأو بوينت يعني الأعشار. زين الخطوة الثالثة جروا سهم اكتبوا أطرح 2 من 1، أي الخطوة الثانية من الخطوة الثالثة. الخطوة الثانية من الخطوة الثالثة شنو ايش؟ عفوا الخطوة الثانية من الخطوة الأولى، يعني هواي سحقت، اكتبوا الخطوة الثانية من الخطوة الأولى. زين هسه هنا شو تسوون؟ تجرون خط تعزلون أول ثلاثة عن الرابعة، يما الرابعة ايش تكتبون؟ تكتبون إذا المطلوب بالسؤال مادة مو صوديوم كلورايد، يعني هاو ملي جرام أوف كذا مادة مو صوديوم كلورايد.
نستخدم الخطوة الرابعة، لكن شون يعني؟ كتبوا افتحوا حطوا نقطتين وجروا خط مال القسمة، كتبوا بالمقام عفوا بالبسط الناتج مال الخطوة الثالثة، الناتج قد راح يطلع، مو راح نطرح 2 من 1، الناتج نحطه بالبسط. أما بالمقام هذا هو تعطينا الدكتورة اللي موجود بالجدول، تذكرونه اللي قلت لكم هذا الجدول راح تعطينا. فإذا كانت أكو مادة المطلوبة غير الصوديوم كلورايد راح تعطينا شيء اسمه الصوديوم كلورايد إكوفلنت لهاي المادة اللي هو موجود بالجدول ثالث عمود، راح تعطينا بالسؤال. فإحنا شو نسوي؟ مجرد نأخذ الناتج من الخطوة الثالثة نحطه بالبسط، هذا الدكتورة راح تعطينا نحطه بالمقام، نقسمه ويطلع لنا الناتج. زين هسه احمد احنا فهمنا الثانية هاي ضرب. زين الاولى شنو مال جدول؟ الاولى مال جدول شنو هم يعني؟ هاي الجدول اللي ذكرته توني العمود الثالث راح نستخدمه مرتين، بالاولى وبالرابعة لو كان الرابعة مادة غير الصوديوم كلورايد. لكن خلينا نجي للاولى. الاولى لازم يتوفر بها شرط انه وزن، عندنا وزن سواء اذا اما يعني ضرب مباشر يصير، اما اذا تركيز او ريشيو لازم نطلع من عدة الوزن، وتعرفون يعني نضربه بالحجم اللي راح يعطينا بالسؤال سواء ريشيو او برسنتج راح يطلع لنا الوزن، والوزن نضربه بالصوديوم كلورايد اكوفالنت. او احمد دوختنا شنو هذا كل ساعه صوديوم كلورايد اكوفالنت؟ هو هذا اللي بالجدول راح تعطينا الدكتوره، لا تدوخون ابد صوديوم كلورايد اكوفالنت بهاي المسائل اللي موجود بالجدول قلت لكم تركوه، هذا راح تجي راح يجي بالسؤال. زين شو تسوون؟ اول خطوه الوزن مال الماده الفعاله راح يجيكم بالجرام، تضربوه في الف حتى تحولوه من الجرام، تخلصون من الوحدات وتضربوه بالصوديوم كلورايد اكوفالنت اللي هم جاي بالسؤال، راح يطلع لكم الناتج قبل. زين الخطوة الثانية هم ثابتة، هو الحجم مش قد ما طينا نضربه بالأو بوينت 9، بعد ما نضرب الأو بوينت 9 في ألف حتى ونقسمها على 100 حتى نحول الـ الجرام ونتخلص من المية مال النسبة المئوية. زين هاي شنو؟ هاي أول خطوة جهزت والثانية جهزت، خلاص بس أطرحه، إذا المطلوب صوديوم كلورات هاي انتهت المسألة. زين خليني هسه أنا هاي شرحتها بشكل عام نظريا، راح أسجل فويس أخير أو قبل الأخير أشرح بيه كم مسألة حتى إن شاء الله تكون الملزمة الرابعة اللي هواش في الطلاب قالوا صعبة، يعني متأكد إذا يركز وياي ويتابع راح تسهل عليه هواي. زين طلاب هسه نجي على الإكزامبل حتى نطبق الشروط اللي ذكرتها، شوفها صدق اللي أنا قلتها لو ده سؤال في الحالي. زين نجي على أول مثال. مثلا أول مثال المفروض ورا ما نقرأ نطبق اول خطوه، لكن قبل ما نطبق اول خطوه خلينا نشوف احنا نحتاج 3-4 ايش يقول هاو ماني جرام اوف صوديوم كلورايد. حلو يعني 3 خطوات ونخلص. زين خلينا نباوع على الوصفه، منطينا حجم ومنطينا وزن، يعني شنو يعني حل مباشر، ما نحتاج لا تركيز ولا ريشيو نحوله نلقى وزن. زين خلينا نشوف شلون. الالف هاي اتفقنا عليها انه حتى نتخلص من الارقام وحتى نتخلص عفوا من الاعشار ونحول الوحدات من الجرام الى من الجرام. زين احمد شنو هاي الاو بوينت 17؟ هاي الصوديوم كلورايد اكوفالنت. شنو الصوديوم كلورايد اكوفالنت؟ انت بالخطوه الاولى ما قلت لنا هيك. طلاب هاي هي تجيكم، هاي اللي نفس الشيء مال الجدول اللي شوفت لكم اياه، الجدول اللي قلت لكم هذا ترك، هي تجيكم بالسؤال حاله حال الوزن والحجم، فمجرد تولي عليكم اذا كان وزن تضربونه بالالف تحولونه تضربونه بهذا الرقم راح يطلع لنا 102 ملي جرام. خوش اول خطوه خلصت بسرعه ما سوينا شيء. الخطوه الثانيه هم ثابته، مجرد ناخذ الحجم نضربه بالاو بوينت 9 على 100 في الف، الالف مال تحويل الجرام الى ملي جرام مال او بوينت 9. زين طلعت 270. الخطوة الثالثة شنو قلنا؟ قلنا نطرح الثانية من الأولى، الناتج مال الثانية شقد؟ 270، ومال الأولى شقد؟ 102، اطرحهم يطلع 168. هي خلاص السؤال بس هيك. اي بس هيك هو قايل لك هاو ماني صوديوم كلورايد. طبعا هاي الكليشات تعرف انت لازم تكتبهن، مال كل وحدة بصفر الناتج مالتها فت كليشة. هي خلاص السؤال، شفتوا ايش قد؟ انا صح قلت لكم مكتوب الشرح ستيب 1 وستيب 2 هوسه، لكن ليش قلت لكم كتبوا هالعبارات؟ احفظوهم على هاي مثل ما انا حاولت ابسطها يعني اكثر طريقه هي هاي، شفتها مبسطه، من تكتبوها راح تحلون الاسئله انتم مغمضين الا اذا اكفد لعبه بسيطه مثل بالسؤال الثاني. السؤال الثاني ايش ده يقول؟ يقول هاو ماني جرامز اوف بوريك اسيد، او يعني راح نسوي 4 خطوات. شو خلينا نباوع ونعطيكم تركيز، يعني لازم تلقون الحجم
فمباشرة شو نسوي؟ الـ 0.5 على 100 مل في ألف نعرفها حتى نحول الجرام إلى ملغرام في 60 مل، هاي 60 هو الحجم مال الوصفة. ليش ضربنا؟ حتى نطلع وزن. إحنا ما نقدر نطلع الملغرام مال صوديوم كلورايد ريبريزنتد إلا إذا نلقى الوزن مال المادة المذكورة بالوصفة. لازم وزن، هاي حفظوها ثابتة. الوزن بشنو تضربوه؟ تضربوه بالـ 0.15. شنو الـ 0.15؟ صوديوم كلورايد إكوفلنت اللي موجودة بالجدول، وراح تعطونيها بالسؤال هاي. طبعا راح أبقى عيدها حتى ما تتيهون. دائما اللي ينضرب بالوزن، حفظوها، اللي ينضرب بالوزن بأول خطوة، بأول خطوة هذا هو تنطنيها بالسؤال. زين خلينا نرجع الثاني، شنو هاي؟ شو هم تعايد لنا الخطوة؟ ايه طلاب، مو بالوصفة مطينا مادتين، مو مادة واحدة. شوفوا واحدة 0.5 وواحدة 2%. زين نفس الخطوة تنعاد، بس مجرد شيل الاثنين النص جرام، حط 2 جرام وطلع الناتج. زين طلاب شوفوا هو ايش كاتب لك اخر شيء بالوصفة. كاتب ميك ايزوتونيك سوليوشن، يعني سوي لنا محلول، يعني اصنع محلول. زين انت عندك وزنين، شلون تصنع محلول اذا ما تمزجهم؟ مضبوط. اثنين هم اذا تباع عليهم نفس الماده، اثنينهم صوديوم كلورايد، خلاص نجمعهم ونطلع الوزن الكلي. خلاص ما نرجع نسوي لنا حسابات هاي الماده الاولى وحسابات الماده الثانيه، هم اساسا ممزوجين، ما يصير كل واحد بواحد. فاجمعهم، جمعناهم خلاص خلصت الخطوة الأولى. الخطوة الثانية قلت لنا عليها ثابتة، نضرب 60 في 0.9 على 100 في 1000، هاي ثابتة طلع لنا الناتج. الخطوة الثالثة قلنا شنو؟ ننقص الثانية من الأولى، الثانية 540 والأولى شقد؟ 288. اطرحهم 333 الأولى، اطرحهم راح يطلع 207 ملي جرام. زين هسه نجي على الخطوه الرابعه الجديده. انا ايش قلت لكم بالملاحظه؟ قلت لكم تجون خطوه تكتبون انه بالبسط الناتج مال الثالثه، وبالمقام هذا الصوديوم كلورايد اكوفلنت اللي بالجدول اللي راح تطنها. شوفوا ايش مسوي هو النقطه الرابعه، 207 هم الناتج مال الثالثه تقسيم 0.52 مال منو؟ مال البوريك اسيد. هسه اذا ترجعون للجدول، تبحثون عن كلمه بوريك اسيد، شوفوا بالعمود الثالث ايش قد الصوديوم كلورايد اكوفلنت مالته، راح يطلع 0.52. شوفوا يعني هو مضبوط، مجرد انه يتطنيها هي قسمناه راح يطلع الناتج مال البوريك اسيد اللي تو بي يوزد، اللي جسمه المستخدم. هي خلص السؤال، يعني ببساطه ما بي اي صعوبه. زين نقلب السلايد، نروح على السلايد ما قبل الاخير. هذا السلايد ما بي اي شيء، يعني أربع خطوات ونفس اللي قبله، لكن الإضافة وين؟ راح أحكيها بشكل سريع. الإضافة هي الدكتورة قالت مو مطالب من عندكم، بس مجرد تفهمونها مو تحفظونها، لكن خلينا نمر عليها مرور الكرام. زين الخطوة الأولى قلنا ثابتة. زين شنو هاي؟ 1 على 500. شوفوا جوا السيلفر نايترايت شنو يمطي هنا؟ ريشيو، مو نسبة مئوية، يمطي 1 إلى 500. فلازم شنو نلقى الحجم؟ 1 على 500 في 1000 في 60 طلع عندنا 120 ملي جرام. نضربها بالـ 0.33، هذا المفروض بالسؤال قلنا ذكرناه انه يجي تطلع الدكتوره طلع عندنا الوزن. زين الخطوه الثانيه ثابته، الثالثه نقص الثاني من الاول، ناتج الثاني من الاول كملناها. شوفوا قبل ما نسوي الخطوه الرابعه ايش مكتوب؟ بده يقول انه لان بهذا المحلول الصوديوم كلورايد هو يعني ما متوافق ويا من السيلفر نايترايت. شنو السيلفر نايترايت؟ شوفوا بالوصفه هي هاي 60 مل مال سيلفر نايترايت عفوا. فشنو حطوا؟ صار بداله شنو؟ بوتاسيوم نايترايت. هاي بس يعني المعلومه تقدرون تتكلمون حل وما ابد ما راح اضركم. فهي هاي بس اللي حبيت انوه عليها، خاف يجي واحد يقرا يقول لي احمد شنو هاي ما فهمتها. فهي لان السيلفر نايترايت، يعني هذا شيء علمي انه سيلفر نايترايت ما متوافق ويا الصوديوم كلورايد، لذلك سووا بوتاسيوم نايترايت بداله. وهذا هو فمن حلينا، هي مكتوب سيلفر نايترايت بس بالمطلب كاتب بوتاسيوم نايترايت. شوفوا شلون حتى ما تدوخون، انا لذلك مرت علي يعني شنو بوتاسيوم نايترايت. شوف بالوصفه ماكو بوتاسيوم نايترايت، هي هاي الفقره توضح. فهنا يكون خلص المثال ما قبل الأخير. نجي على هذا السؤال الأخير، هو على الصوديوم كلورايد. إذن ثلاث خطوات، هاي أول معلومة. زين هو أحمد، زين هو إذا صوديوم كلورايد وثلاث خطوات وعادي، ليش قررت تشرحها؟ أنا ما راح أشرحها، أنا بس راح أوضح فقرة بي. يعني هذا السؤال مو فكرة قوية، هو شنو الفيكة مالته؟ على أساس أكو فيكة أنه الانجريدينت إكس يعني مجهولة، إذا مجهولة راح بالخطوة الأولى راح تواجه مشكلة. ليش؟ لأن أنت من عندك هو منطيك الوزن، تمام. شوف المشكلة وين؟ الوزن أنت منطيك إياه 0.5 جرام، راح تضربه بالألف تحوله ملي جرام. بعدين وين تضربه؟ تضربه بالصوديوم كلورايد إكوفلنت اللي موجود بالجدول، مو صحيح؟ زين مو هي المادة هنا مجهولة المادة، شلون راح تعرف الصوديوم إكوفلنت مالت الصوديوم كلورايد إكوفلنت؟ هي هنا العلة.
اعتقد يعني هاي فكرة قوية. الدكتورة ايش قالت؟ قالت تشوفون هاي 295، شوف هاي كاتب ملاحظة سطرين ونص، ما لكم علاقة بها، او بالسطر الثاني بالنص تشوفون هاي 295 مولكيولار ويت وال 2.4 الديسوشن فاكتور. قالت انا راح اعطيكم اياها هيك، معناها شنو؟ معناها عود يعني فد راح تتصعب علينا، او خطوه تصير ما قبل الخطوه الاولى. شلون يعني احمد؟ هاي اللي شرحناها، قلنا نضرب اذا هو ينطينا الديسوشن فاكتور عفوا والمولكيولار ويت، اذا ينطينا اياهن اشرح احنا هاي حطيناهن بالجيب، وش عندنا بالجيب الثاني؟ عندنا الصوديوم كلورايد 58.5، وعندنا 1.8 ثابته مال صوديوم كلورايد لاني بتجيب الثاني. اذا شو نسوي؟ هاي الخطوه تذكرون القانون اللي ذكرته، قلت لكم هذا القانون شو تسوون به؟ هذا ما راح تضربون المولكيولار ويت بالديسوشيتنج فاكتور مال الماده الثانيه، والمولكيولار ويت مال الماده الثانيه بالديسوشيتنج فاكتور مال منو؟ مال الصوديوم كلورايد. ما راح تضربون، راح يطلع لكم ناتج، هذا الناتج اسمه صوديوم كلورايد اكوفالنت. لهنا نتوقف اذا كان المطلب صوديوم كلورايد اكوفالنت، لكن اذا طالب انه تو بي ميد ايزوتونيك سوليوشن راح نطرح من الاو بوينت 9. قبل شويه شرحته انا، يعني هو هاي الخطوه راح تنضاف هنا، ليش حتى نطلع الصوديوم كلورايد اكوفالنت؟ وانا ذكرت لكم، قلت لكم الناتج اللي هناك هو نفس اللي بالجدول، عرفت شلون؟ يعني هاي الطريقة إذا تريد تسوي فيها، كما تعطيك الصوديوم كلورايد اكوفالنت من الجدول، لا، وأنا شرحت لكم إياه، قلت لكم ممكن تعطيكم مولكيولار ويت وممكن تعطيكم الديسوشيتنج فاكتور بس، وإحنا عندنا ما الصوديوم كلورايد ونطلع إحنا الصوديوم كلورايد اكوفالنت، يعني هاي فيكة قوية، فبس هاي ركزوا بيها، ممكن ما تعطيكم الصوديوم كلورايد اكوفالنت إنما إحنا نطلعه. زين هسه هي نفس الشيء مسوي، مطيتنا المولكيولار ويت والديسوشيتنج فاكتور، واحنا عندنا مال المولكيولار ويت مال الصوديوم كلورايد والديسوشيتنج فاكتور مالته ايضا. نسوي هاي الخطوه مال نحط نقلبهم كل مولكيولار ويت ويا الديسوشيتنج فاكتور مال الماده الثانيه، ضرب بقسمه راح يطلع لنا 0.26، هاي الصوديوم كلورايد اكوفالنت. خلاص، واحنا عندنا وزن قبل 0.5 في 1000 بال 0.26، الخطوة الثانية ثابتة، عندنا حجم ويا 0.9، وبالخطوة الثالثة أطرح الثانية من الأولى. هي خلصت لهنا المسائل. يعني حاولت هسه بكل المسائل ومن بداية الليكتشر الرابع، حتى سويت لكم ريفيو للثالث حتى تفتهمونها، لأن هاي شوية بها تفاصيل هواية. ان شاء الله علي ما يقصر وياكم بالفيديو، انا سدا احكي يعني مثل ما يقولون عمياوي لين على الملزمه، ما اعرف شلون التصميم، بس علاوي يعني ما شاء الله تصميمه كل زين وشغله زين، فاتمنى لكم كل التوفيق، واتمنى الفيديو يكون واضح من ناحيه العبارات والامثله، واتمنى الشرح يكون واضح، لان بصراحه هاي اكثر طريقه يعني بالنسبه لي اشوفها بسيطه حتى تفهمونها، حتى عبارات غيرت لكم اياها، ما قرأت الملزمة، كلها شغلات من يمي كلمة كلمتي حتى تفهمون. فكل التوفيق طلاب، وان شاء الله اي استفسار اي مشكلة اي سؤال وان كان بالمصدر يعني